عليكم خوتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وتشاهدوا هذا الفيديو ان شاء الله بصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الشوميزه اللي هذا العام خارجه على الموضه بزاف. هنايا ان شاء الله عندي هنا جوج طرف انايا وحسب واخده الثوب غير بالكيلو، وبالنسبه اللي غياخد الثوب بالمتر ياخد متر ونص لهاد الشوميزه هذه، راه كافي. انا عندي جوج طرف كما شفتوا، عندي هاد الطرف هذا الاول راني طاويه هنا على جوج، وهاد الطرف هذا الثاني حتى هو غنطويه على جوج على هاد الشكل هذا. هنا كما شفتوا معايا هاد الجهه هذه وحده راه غتكون محلوله، غتكون هي الجهه ديال الامام، وجهه وحده وطرف واحد قطعه وحده تكون مسدود هو الخلف. هاد ديال الامام راه هنا عندي التوب انا ناقص في العرض، ما غاديش نخلي دابا ثمن ديال الازرار حتى غادي ندير شريط بوحدو ونلصقو. غتشوفوا معايا الطريقه بالنسبه للاخوات اللي كيكون عندهم التوب ناقص. صافي هنا كنقاد التوب، التوب ديالي هو هذا قديتو، راه عندي هنا على ربعه كما كتشوفوا. هذا من هنا من هاد الجهه اللي مجهتي محلول، وهذا الفوقاني مسدود. نحط اول حاجه نحط الكتاف، عندي في الكتاف 20، نزيد ثمن الخياطه نهبط في الكتاف نهبط 3 سنتيم، طيح الكتاف نحط هنايا 21، هنا قبالتها تكون عندي 21، وكنحط هنا قبالت هاد النقطة هادي كنحط الصدر ديالي، عندي أنا الصدر 27، ونزيد سنتيم ديال الخياطة. صافي كنهبط 14 هنايا، ولا غنهبط هنا 16. الشوميزه ديال بنتي، بنتي طويله في الطول، الا كانت مولات البياسه طويله تهبطو 16 ولا 15، انا هنا غنهبط 16. صافي هنا غادي ندخل سنتيم على الصدر، والحوض عندي فيه 30، ونزيد سنتيم ديال الخياطة. الدورة ديال الرقبة غندير فيها 7، ونهبط جوج ديال السنتيم هنا في الخلف، وندور هكا غير يديا، نطيح الكتاف ديالي داك 3 سنتيم اللي طيحت. صافي غنجيب البيستولي ديالي وكنحطها في هاد النقطة مع هاد النقطة هادي، وكنصل بخط هاد النقطة ديال التركيز اللي عندي هنايا مع النقطة هنا ديال الصدر هادي مع البطن، وكنصل بخط. صافي على هذا الشكل، هذا هو الباترون ديالنا ديال الشوميزه. دابا غنحط الطول، غنشد من هنا من اعلى الكتف، وغنزيدو لوغلي من التحت غنزيدو 2 سنتيم، ندير خط مستقيم.
غنجي لهنايا الكوطي الجناب، وغادي ندير داك التقويصه اللي كتجي في الشوميزات، غادي نطلع 12 سنتيم. الا بغيتو التقويصه تجيكم كبيره يمكن لكم طلعوا اكثر، طلعوا 15 ولا حتى 20. انا هنايا غنطلع 12، بغيتها تجيني ما كبيراش بزاف وما صغيوراش كما شفتوا. هذا هو الطول ديالنا، وهذه 12 سنتيم اللي طلعنا بها. كنجيو لهنا المنتصف ديال الشوميزه ديال العرض. انا راه ما قلت لكمش شحال درت في الايفازي، انا درت الثوب داكشي اللي فيه العرض اللي فيه. عندي هنايا 32 في العرض، هو اللي عندي هنا في هذا الطرف هذا. صافي درته كامل، درت فيها 32. هنا علمت المنتصف، كنجي لهذا المنتصف هذا وكندير هكا تقويصه كنطلع. صافي على هذا الشكل هذا كنقوص هذا المسافه اللي عندي هنايا. ها هي فين طلعت هنايا، وهاد النقطة هادي كنصيب خط هنا للحوض. هنا كندير كرانة باش نعرف فين عندي التقويصة التالي ديالها. صافي هادي هو هادي هي الشوميزة ديالنا. دابا غادي نكمل الفصالة ديال الأمام. هنا كنهبط تسعود، ندور هكا غير بيديا ولا ندير البيستولي. نجي لهنا المنتصف 14، ندخل جوج سنتيم. صافي نخرج هنا زيرو، ونجي من هنا نخرج زيرو. هنا كنهبط جوج سنتيم على الكتاف ديال الامام. هنا غادي نعبر الدورة ديال التركيز شحال عندي فيها، عندي فيها 27، ونعبر هاد المسافة هادي ديال الهبطة شحال فيها، باش غادي نقطع داك القطعة اللي قلت لكم غندير فيها 5 سنتيم ولا 6 سنتيم ديال الأزرار ديال العرض. هنا عندي 75. قبل ما غادي نجمع هاد القطعه ديال الامام غادي نعلم فين غادي يكون عندي الجياب، لحساباتي يكون عندي غير جيب واحد، عفوا ندير غير جيب واحد في الصدر. غادي نعلم البلاصه ديالو فين غنديرو. هنا غادي نديرها نديرو في الجهه ديال الشمال، هادي هي الجهه الشمال، وكنطراسيو في الوجه باش ملي نجي نحطو داك الجيب نعرفو فين عندنا. غنهبط من اعلى الكتف لهنا، انا هبط 21. هذا كيبقى على حسب الطول ديال كل شخص، يمكن لكم تهبطوا 21 ولا اقل من 21 الا كانت مولات الشوميزه قصيره. انا غادي نخلي واحد 5 سنتيم ونحط الجيب ديالي. الجيب غادي يكون فيه 13 سنتيم ولا ندير فيه 12، ندير فيه 12 هنا. صافي باش يجينا خط مستقيم حطيت المثلث هنا كما شفتوا معايا، كديته هنا على هذا باش يجيني خط مستقيم، وحطيت هذا الخط هذا ديال الجيب. صافي هذا هو فين طراسينا الجيب ديالي. دابا ندوزو نفصلو الكمام. هنا راه طويت الثوب على 4 باش نحط الكمام ديالي. غندير نشد الطول ديال الكمام. هنا ندير لهم الاسواره في الكم، حيت هاد الشوميزه كتجي فيها داك الاسواره. غادي ندير فيها هنايا عندي في الطول ديال الكمام 60، غندير 59 على حسب الاسواره، غتكون عندي فيها شي 6 سنتيم في العرض.
مازال الخياطات اللي غتنقص لي من هنا سنتيم ونص ومن هنا سنتيم ونص. العرض ديال الشوميزه في الكمان ندير 17 على حساب غادي يكون فيها لي بلي. هنا غادي نحط 24، هي عندي هنا 24 في العرض، واجي لهنا غادي نهبط 13. وغادي نسال هنايا الاعلى فين عندي الطول ديالكم، نسال هاد النقطه هادي مع النقطه هنايا، هنا هاد المسافه غنقسموها على جوج، وهادي غنوليو نقسموها على جوج، وهادي على جوج. غادي نخرج من هنا سنتيم وندخل من هنا سنتيم، نتمنى يكون واضح. صافي، نسيل هذا الخط هذا لهنا، وهذا الخط غنسيلو لهنا. هذا هو الكم ديالنا على هذا الشكل. الدوره ديال الدراع كنهبط واحد 7 سنتيم من هنايا، وكنحط الدوره ديال الدراع ديالي. عندي انا 20، نزيد سنتيم ديال الخياطه، نجيب البيستولي وكندخل هنايا، كنجيبها مع هذا الخط هذا اللي عندي. صافي، هذا هو الكم ديالنا. هذا هو الكم ديالنا على هذا الشكل. هنا داك الباندات اللي غندير ديال الازرار اللي قلت لكم غادي نلصقهم، كنجيب هنايا داك الطرف اللي شاطلي من الكمام هو هذا، وكنطويهم هنا على 4، وكندير في العرض ديالهم 4 سنتيم. شفتو هنايا هادو راه كنطويهم على جوج، هنا جوج قطع ديال الجهات بجوج، جهه اليمين وجهه الشمال. هنا كيكون في العرض ديال 8 سنتيم، وكنطويو هكا على جوج، كيمشي لنا سنتيم ديال الخياطه، وكيبقى لنا 3 سنتيم ديال الازرار. صافي، هذه هي الشوميزه ديالنا، راه ساهله في الفصاله ديالها بالنسبه للاخوات اللي بغاو يديروها. الخياطه راه سهله، نوريكم ان شاء الله الطريقه. دابا انا غادي نفصل داك الاسواره ديال الكمام مع هذا الطريف اللي بقى لي هنايا. هنا راه عندي قطع على 4 كما كتشوفوا، غادي نخرج الاسوارات ديالي، دير فيهم 14 في الطول، حيت مازال غتمشي لي الخياطه من هنا سنتيم ومن هنا سنتيم. والدور ديال الاسواره غتكون فيه 20 ولا 19، باش كيجي مزير على 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 اليد، ماشي مزير بزاف، وانما كيكون مجموع هكا، تكون فيه واحد 20 في الدوره هكا. وكتبقى لنا داك جوج سنتيم كتجي ديال المارد ديال الصدافه، كتجي وحده مراكبه على وحده.
هنا غندير 24، هي فين جايانا، والعرض ديالها غندير هنا 8، حيت غتمشي لنا الخياطه من هنايا، من هاد الجهه سنتيم ومن هاد الجهه سنتيم. هذه هي الاسوارات ديالنا، حيدوهم. دابا غادي نفصلوا الكول، كول شوميز. نجيب هاد القطع هادو اللي بقاو لي، غادي نحاول نخرج منهم الكول، ولا بقى لي شي طريف نخرج منه الجيب، حيت التوب راه عندي هنا ناقص. كما قلت لكم هذا انا خديته جوج طراف غير بالكيلو، شي بالمتر، اما متر ونص راه كافي كتفصلي مرتاحه. هنا غندير في الدوره ديالو غندير 23، هي عندي هنايا، والعرض ديالو غندير 10 سنتيم. كنخرجوا واحد 3 سنتيم من هنايا وكنصيلوها لهنا لهاد التالي لهنا. كما شفتوا هذا هو الكول ديالنا، مازال غادي نديروا له تعديلات هنايا، غندير نطلع من هنايا واحد من هاد الجهه هادي عفوا، نطلع واحد سنتيم من هاد الجهه هادي، غادي ندخل واحد سنتيم ونصيل هاد النقطه هادي هنا المنتصف، وهذه حتى هي غادي نصيلها المنتصف. هذا داك السنتيم اللي كنطلع به من هنا، وهذا هو الكول ديالنا. هاد الجهه هي اللي غتكون لاصقه عندي في الدوره ديال الرقابه، كنعلم هنا المنتصف. غنحاول نخرج مع الطريف الجيب، هنا راه باقي لي فيه 13.5 في العرض، غادي نحاول ما ندخلش فيه في الخياطه هنا وهنا، ندخل فيه غير واحد نص سنتيم ما كاملش، غتبقى لي فيه شي 13.5 هكاك، شي 12.5 هكاك في العرض. هنا في العمق ديالو غادي ندير 17 بالخياطه، بكلشي غتمشي لي جوج سنتيم في الخياطه، سنتيم من هنا من التحت وسنتيم ونص هنا من الفوق، ندخل سنتيم ونص من هنا من الفوق وصافي. غنشدو هكا، نقادو صافي. هذا هو الجيب ديالنا، صافي. هذه هي الشوميزه ديالنا، نتمنى تكون جاتكم سهله ومبسطه في الفصاله، وان شاء الله نوريكم الطريقه ديال الخياطه ديالها. غادي نلصق الفيزلين على الكول وعلى الاسواره، حتى هي غادي ندير لها الفيزلين. راني وريتكم في القناه، حطيت لكم الطريقه ديال تلصق الفيزلين كيفاش ديروا له،
كنطلقوه هكا الشريط، كنفصلو عليه الفيزلين وكنحطوه على الكفه ديال التوب. والفيزلين عنده واحد الجهه بريه، داك الجهه البريه هي اللي كنحطوها على التوب وصافي. وكنحطو الميكوات وكيلصق لنا صافي. نفس الطريقه غندير لا الكول ولا الاسواره. وهذه هي الشوميزه ديالنا، ان شاء الله تشوفوا الطريقه ديال الخياطه ديالها. نتمنى تكون جاتكم سهله ومبسطه، كنحاول نبسط مع الاخوات المبتدئات. والسلام عليكم ورحمه الله.